صباح الخير عليكم. احنا النهارده بنصور من قريه صهبره اللي تابعه لمركز ديار بنجم محافظه الشرقيه. احنا كنا صورنا في المكان ده من سنتين فيديو، هسيب لكم الرابط بتاعه فوق على يمين الشاشه، مع المهندس اسلام اللي كان طالب في كليه هندسه ساعتها، خرج ودخل الجيش وخلص وطلع وعمل انتاج جديد المكنه دي. باشمهندس اسلام، اهلا بيك، اتفضل. اخيرا خلصت الدراسه وخلصت الجيش، مظبوط؟ كان مشوار طويل بس خلص الحمد لله. مشوار طويل خلص. بعد لما خرجت من الجيش ابتديت تعمل ايه؟ دي اول حاجه نعملها بعد الجيش، المكنه دي خدنا وقتنا فيها نطور فيها ونطلع الفينش بمعمل ان شاء الله. دي مقاسها كام في كام؟ دي مساحه العمل زي ما حضرتك شايف كانها 2 هيد. ايوه، صافي مساحه عمل كل هيد 130 في 130، بس الاثنين لما اشتغلوا مع بعض، لو انا مثلا اخدم الاثنين على بعض في نفس الشغلانه اعرف اشغلها على 120 في 120. تقدر تشتغل بهيد واحد بس ممكن يغطي المساحه كلها. عندي مثلا هنا ماستر وهنا سليف، ممكن اطلع بالماستر هيد شغلانه لوحدها والسليف شغلانه لوحدها. ممكن اشغل لو انا مثلا بس برودكشن عايز اشغل بنطتين وعايز شغل كتير، ممكن اركب هنا بونطه وهنا بونطه واشغل دي تخلص. ممكن الرسمه دي لوحدها والرسمه دي لوحدها، ولا الاثنين لازم يكونوا متطابقين؟ لا، في الاثنين متطابقين، وفي اوبشن تاني ده يعني مفاجاه بتاعتنا لسه مش هتكلم عليها لوحدي. لسه مش هنتكلم دلوقتي. قول لي ايه اللي انت عامله بايدك هنا؟ شايف ان في حاجات عاملها بايدك. ده له قصه. انا كنت في الجيش كويس، وطبعا انا كان معايا السمارت فون في الجيش يعني بحكم شغلي كان مسموح لي بيه. كويس. فجاء نوتيفيكيشن كده على التليفون من قناه حضرتك على اليوتيوب، الحاجه اللي تغلى ما تشتريهاش، اعملها لوحدك. صح، اعملها بنفسك. هسيب لكم الفيديو بتاع الحاجه اللي تغلى ما تشتريهاش فوق على يمين الشاشه. فده انا كنت بفكر من زمان ان انا اعمله، فالفيديو شجع ان انا اعمله. ده عملته من ايه؟ ده ام دي اف 3 مللي على الليزر ماشين، وطلع ما شاء الله بكواليتي جميله جدا، حاجه مرضيه قوي، كنت فعلا ساتسفايد بيه. ده بند واحد موفر فيه طبعا مبلغ جامد. المكنه دي قول لي مواصفاتها الفنيه بسرعه كده. طبعا الشاسيه معدن، شاسيه فك وتركيب لو انا عايز ادخلها في اي مكان زي ما حضرتك شايف كده وتركبها. تمام. وطبعا الزبون لما يطلب انا بضطر ان اروح له بنفسي ان انا اجمعها له هناك ونقعد نتكلم عنها. السوفت وير اللي بتشتغل عليها المكنه، السوفت وير زي ما انا لسه شغال اردوينو لحد ما ان شاء الله نطور، هيبقى برضو مايكرو كنترولرز. أوكي. بس هيبقى فريم وير احنا نعمل. انت النهارده لما بتبيع المكنه دي انت طبعا هتبتدي تشتغل في بيع هذا المكن باذن الله، وهتعمل مكن بناء على طلبات العملاء، مقاسات. طبعا انت عارف الهواه سبيشال اوردرز عادي، في حاجات ستاندرد زي كده. خدمة ما بعد البيع. تمام. الضمان قد ايه؟ هو الضمان 6 شهور. طيب ولو حصل ان في حصل عطل في المكنه او صعوبه في ال، لو صعوبه او مشاكل بتواجه الزبون مع المكنه انا بدعمه تليفونيا ولا تليفونيا، لو المشوار مستاهل ان انا بروح له بروح له في اي مكان. اي مكان في معلومه عطلان عليها بصور له فيديو بعمل التصميم ازاي، لان بتبقى المشكله كلها في التصميم، لان هي دي الحاجه الجديده على الزبون. تمام. ازاي يصمم وازاي يشغل. هل بتدي تدريب على استخدام السوفت وير؟ بدي تدريب. بدي تدريب على التشغيل وعلى التصميم. تمام. طبعا بتبقى حاجه بسيطه كده. عندي اقتراح، اتفضل. ما تعمل قناه على اليوتيوب. هنعملها. تعمل فيها ايه؟ تحط فيها المشاكل اللي ممكن تواجه اي عميل في اي مكان سي ان سي ويحلها ازاي. ده يحسن ان شاء الله، بس طبعا ستيب باي ستيب، لان ده كل وقت بس هناخد وقتنا عشان نطلع حاجه زي ما حضرتك شايف حاجه كويسه. اسلام يا جماعه بيشتغل لغايه دلوقتي من فوق سطوح البيت بتاعهم، ولسه كنت بتكلم معاه قبل التصوير قال لي ان هو ناوي ياخد مكان بقى علشان يبتدي التصنيع الحقيقي. احنا النهارده هنعمل ايه؟ النهارده احنا هنستعرض المكنه، وفي مره تانيه هنعمل حاجة مع بعض، وفي مرة تالتة هنعمل حاجة تالتة. باشمهندس اسلام، ممكن تقول لنا المواصفات الفنية للمكنة دي وتشرحها على الطبيعة بكنترول الكهرباء بكله؟ هنبدأ طبعا بالميكانيكا بتاعتنا. معايا هنا لينير هيلز 20 مللي. ايوه. والمكنة ماشية على ركن دينير مع ريدكشن سيستم انا مصممه. ده برضه من ضمن البلود اللي احنا عاملينها بمتوافق مع شغلنا ونوفر فيها طبعا. تمام. ماشي. ومعايا الراوتر 2 هيد كلها 700. الراوترز دي كم وات؟ 710 وات كراون. كراون 710. تمام. معايا طبعا السوفت ليميتس. تمام.
ممكن توضحه لنا اكتر برضو بايدك كده؟ ده هيساعدني طبعا ان انا اعمل هوم للمكنه، والمكنه تعرف الاحداثيات بتاعتها، وده امان للمكنه، معايا سوفت ليميت ومعايا هارد ليميت. تمام. الحساسات دي توفر له كل حاجه لتامن المكنه، ما ترزعش وما تخرجش بره المصور. تمام. القاعده بتاعتها ده خشب برضو مش كده؟ ده طبليه خشب بس هي طبعا على شاسيهات حديد. تمام. كل ده من تحت فك وطرق. ممكن نصور من تحت كده. تمام. نتعشم تكون باينه. نتعشم طبعا يا كل حاجه بسيطه خالص. مين اللي عامل شغل الحديد؟ رجول فتيله. والله انا باشمهندس هو كله وان مان شو. بدايه بالتصميم. انت اللي عندك مكنه لحام هنا وكله لحام كل حاجه، بدايه بالتصميم نهايه بالريفيو. طيب عايز اعرف ايه 13 13 2 اتش دي؟ 13 13 مساحه العمل 130 في 130. اوه 2 اتش 2 هيد 2 هيد. ومعايا هناك ام او اس. اه ماستر وسليف. اوكي. ده الماستر. ده سويتش. يعني ايه ماستر ويعني ايه؟ سليف. سليف. حلو. الماستر ده الاساسي بتاعي. تمام. اللي هو الهيد اللي على اليمين. انا طبعا بشغل كل هيد منفصل لو انا عايز. تمام. لو عايز اشغل الاثنين مع بعض. السليف بيشتغل بيزد اون الماستر. تمام. ان انا باخد الاورجن على الماستر وبحرك الماستر من السوفت وير، السليف بيسمع كلامي. هنشوف الكلام ده عمل ايه دلوقتي. طيب ممكن بقى تورينا تشرح لنا الكنترول؟ الكنترول. نبدا من بره طبعا. الميرسون ستوب دور ليزيون هولد ماستر سليف اللي انا بشغله وبفصله، ومعايا دي خاصيه الميرور اللي هي طبعا مش موجوده زي ما انت حضرتك. نفتح بقى نشوف التقفيل بتاع كنترول الكهرباء. 220 فولت تدخل على الامرجنسي ستوب باور سبلاي يغذي الدايره كلها. تمام. ايه الدايره دي كلها بقى دي؟ الست درايفرات لست مواتير عشان اتنين هيد. معايا كل الريليهات عشان تامن الاردوينو طبعا الخمسه فولت على الباب. الريليهات اهي انا بصورها لكم يا جماعه. بيامن عندي النويز دي كلها. مروحه تبريد. مراوح تبريد، وعلى كل موتور مروحه تبريد بحيث ان انا اشغل المكنه على صحيح. نبتدي بقى نشغل كده ونشوف السوفت وير والمكنه شغاله. ده التصميم بتاع الحاجه اللي احنا هنقطعها دلوقتي على المكنه وهنشوفها وهي شغاله عشان نختبر شغلها عامل ازاي ودقة القطع. هنا احنا بنحدد ها الابعاد بتاعة اللوح عشان نعرف هنثبته منين. صوت المكنة هادي جدا يا جماعة. لسه الراوترز ما اشتغلتش على فكرة. ده صوت المواتير بتاعة التحليل. ده كده صوت الراوترز بعد التشغيل. انا ضعفت سرعة الفيديو 5 مرات علشان ما اشغلكمش وقتكم، لكن الفيد ريت الطبيعي انا سايبهولكوا في فيديو على جنب عشان تعرفوا السرعة الحقيقية. هل انت عارف ان المقاسات دي، المقاس ده تحديدا يعتبر اكبر مقاس ممكن يستقطب ويجذب الهواء؟ طبعا هم بيحتاجوا مقاسات اصغر. هل انت حاطط في اعتبارك التسعير المعقول العائل طبقا للخامات اللي انت بتصنعها بنفسك، ولا هتحط اسعار زي السوق ما بيعمل؟ انا عندي خامات موجوده في السوق ستاندرد. تمام. فانا بيزد على الخامات بتتباع ازاي في السوق، بعمل تصميم المكنه. تمام. المقاسات بدايه من 60 كويس. 125 من 130 في 130. تمام. في مقاسات بقى لو كاستمر عايز حاجه معينه كاستمايزد تفصيل، انا بعملها له بالتفصيل. بس طبعا بيبقى في عندي حد زي ما حضرتك. تمام. ان انا بعمل حاجه بمزاجك. التسعير بيتم بناء، تسعير بيع المكنه بناء على مشترياتك بسعر قد ايه؟ هتراعي الاسعار للهواه ولا لا؟ المشتركين بتوع القناه هتديهم خصم؟ احلى واجب. مش هنقول على الخصم دلوقتي، هنقول عليه بعدين. عايزين نتكلم عن وسائل الامان في المكنه دي. انا عندي ليميت سويتش على كل هيد، اعرف المحور الموجب السالب في الانس بالذات. تمام. الانس بالذات عشان عندي الاثنين هيد. تمام. لما بتحركه فعندي الاطراف تختلف. تمام. الكوردينيس بتاعت المكنه، فانا عندي طبعا المكنه متبرمجه على الاطوال بتاعتها طول المشوار. لما انا اعمل هوم المكنه عرفت المشوار بدايته ونهايته، ان كان مثلا فوق على اليمين ده فوق على اليمين او فوق على الشمال. لما بحرك الهيد ده شمال الثاني خلاص عرف مسافته قد ايه. اوكي. طب انا لما ظبطت العب في المكنه اودي واجيب واروح واجي، فصلت الكهرباء عملت هوم مثلا اي حاجه ما عملتش. لما حرك المكنه والمكنه اول ما تلزق صوت ليميت ضغط الاشاره عمل لي مسافه يوقف يديني رساله هنا ان في مشكله حصلت. عندي بقى ملحوظه عايز اقولها لك. احنا بنهتم بصحه اي واحد بيشتغل في مجال النجاره، وخصوصا لما بيشتغل في الام دي اف. فين
شفط الغبار ولا لسه ما كملتوش؟ هتعمل شفط غبار، انت جايب الكومبوننتس بتاعت شفط الغبار. ان شاء الله بس لسه في تكنولوجيا ما نزلتش، لان طبعا هتبقى حاجه مناسبه لنا احنا بقينا مش هشتري حاجه جاهزه من السوق. اه انت المكنه دي لسه تحت التقفيل يعني لسه ما كملتش. بروتوتايب. بس يعني ما شاء الله حاجه 3.5 باشمهندس اسلام، في نهايه لقائي بيك النهارده اللي انا بنبسط بيه دايما، انا بشكرك جدا على حسن الضيافه والاستقبال وانك تفتح لي ورشتك علشان اراجع المكنه اللي انت عملتها بالتفصيل. سؤالي ليك دلوقتي، ايه خططك المستقبليه؟ وهل لو اي حد مستثمر عرض عليك انه يستثمر فلوسه معاك بنسبه من الارباح هتوافق؟ الحمد لله باشمهندس احمد، احنا اجتهدنا وربنا وفقنا وقدرنا نوظف أنسب امكانيات لأقل سعر عشان نطلع بنتائج كويسه، وان شاء الله الموديلات التانية هتبقى كويسه جدا احسن من كده، لان لحد الوقت ده وان مان شو، بس لما ناخد مصنع صغير كده معانا ستاف كامل ويبقى معانا مستثمر يساعدنا في كل مشاكل بتواجهنا، ان شاء الله نطلع شغل احسن من كده وهنتوسع وهتبقى نقله تانية ان شاء الله في مجال السي ان سي وباذن الله في التكنولوجيا. وأنا أتمنى إذا كان في حد من المشاهدين من المستثمرين اللي عندهم استعداد يستثمروا أموالهم مع المهندس إسلام، لأنه يستحق أن الناس تقف جنبه علشان يقدر يقف على رجليه ويحقق حلمه، لأن جودة منتجاته فعلا تستحق الإشادة. هسيب لكم وصفات الماكينة كاملة في صندوق وصف الفيديو، تليفون المهندس إسلام، وأتعشم يكون الفيديو عجبكم، ولو ليكوا أي استفسار اكتبوها لي في التعليقات وأنا أرد عليها. شكرا ليكم، كنت معاكم احمد رأفت، قناه نجاره.com، من صهبره ديار بنجم، محافظه الشرقيه، مصر.